500 مره اقول لك المكان ده مكان محترم، وعشان تقعد هنا لازم تقعد بادب. في ناس كتير بتسهر هنا بس بتقعد في الفندق. ولا اقول لك حاجه، تحب تروح على حالك؟ انا اصلا كل يوم هنا على حالك. عندك ثلاثة أدرام. شوف لك مطرح تاني يا نعمان، باشا مستني واحد صاحبه. باشا يقمر بيرة تاني ولا يحب أغير له المزة؟ لا بيرة إيه؟ بيرة بتنفخ، تخلي الواحد يروح الحمام كتير. طب ما تطلب ويسكي يا باشا. لا ويسكي؟ أنا لو خدت ويسكي عندكم هنا أخرج ألاقي الدنيا ضلمة وهتفضل ضلمة على طول. دمك عسل يا باشا. طب ما تروح بارات الفنادق، بارات الخمس نجوم، ما أنت قادر. بصي الخمرة مش هي مزاجي وأنت عارفة. ما أنا لسه بفكر. بس أنا مش محتاجة تفكير، هما كسين هناخدهم مع بعض. بس اذا كان كده يبقى فوت عليك في المكتب مش كده؟ امتى؟ بكره بعده، مهم يكون مزاجي رايق. بكره روح هات الحساب. تحت امرك. ابعت 6 صناديق. بس كتر البير عشان عليها ضغط اللي عندي. بس ما تاخروش علينا. حساب ترابيزة 9. ايه حكاية ترابيزة 9؟ حيرتونا معاكم، تعملنا معاهم دغري، تقولوا شوية لطافة. راجل محترم وزبون ايده فرطة، فيها ايه لما اتكلم معاه دقيقة؟ بقولك ايه؟ أنا محبش حاجة تحصل من ورا ظهري أبدا. ده هنا بس، لكن برا أنا حر. أحاسب وأرجعلك. طب حاسبي. يعني بيه السلم ما ينفعش يتغسل غير بالليل، بتبقى الحركه عليه خفيفه خالص، لا حد بيطلع ولا حد بينزل. خلاص خلاص، انت هتاخد وتدي معانا في الكلام؟ نشف لنا حته، خلينا نروح باب الشقه. تحت امر سعادتك يا باشا. اوعى اوعى. انت خدت الثانويه العامه يا طه؟ ايوه. ناوي على كليه ايه؟ الحمد لله مجموعي دخلني كليه محترمه، بس انا قدمت اوراقي في كليه الشرطة. انت عايز تبقى ضابط وضابط بوليس كمان يا طه؟ طب ما تبقاش تنسى ترجع الدواسه قدام باب الشقه بعد ما تخلص شغلك. تصبح على خير يا ابو سيد. وانت من اهله يا عم حامد. اوعى تنسى التلفزيون مفتوح. ما تخافش. مش كفاية سهر بقى؟ ولا انت مستنية يا حبيبي القلب؟ انت مش عندك شغل الصبح بدري؟ انا سبت الشغل. امتى؟
النهاردة. وسبتي الشغل ليه؟ ها؟ مش وقته، عايزة أكمل الفيلم. فيلم إيه وزفت إيه؟ هو أنا أختي مكتوب عليها الهم ليل ونهار؟ قومي قومي يا أختي قولي لي إيه الحكاية. قومي يلا خشي يا أختي. أبوكي ساب لي بدري وساب لي حمل مش قادرة عليه لوحدي. إيه؟ سبتي الشغل ليه يعني أمك؟ الراجل صاحب المحل إيده طويلة. حرامي؟ في حد بيسرق ماله؟ لا، كان بيمد إيده عليا. بيضربك؟ لا. الله، أمال بيمد إيده عليك إزاي بقى؟ بيحسس. عارفة يعني إيه بيحسس ولا مش عارفة التحسيس؟ بكرة الصبح نازلة أدور على شغل جديد. واحدة صاحبتي هتوديني محل ملابس، صاحبه مش مصري، شامي. بتقولي متجوز ست زي القمر وعينه مليانة. إيه يا ماما؟ ما خلاص. قلت لك فيفي بنت عم سلامة المكواجي واخداني شغل جديد بكرة. وايه الفايده؟ ايه الفايده اذا كنتي ما بتعمريش في شغل؟ يعني افرط في شرفي؟ ما حدش قال لك يا اختي فرطي في شرفك، بس الواجب تراعي اخواتك، تراعي الخانقه اللي احنا فيها. البنت الشاطره الواعيه هي اللي تعرف ازاي تحافظ على شرفها من غير ما تزعل حد ولا تقطع عيشها بايدها. بقول لك المفتري اللي كنت شغاله عنده فتح سوسته البنطلون. كل واحد حر في هدومه يا اختي، المهم هدومك انت تفضل عليكي. استغفر الله العظيم. لو يطلع في الحدث الأكبر والتطهر من كل ذنب. الله أكبر. النهارده عشان كل الشياكه اللي انت فيها دي. امري غريبه يا دوله يا اخي، ما انا طول عمري كده. انا نفسي افهم انت كل يوم بتنزل تروح فين. الحمد لله انك انت اختي مش مراتي. احنا بالنهار هروح فين؟ هروح المكتب طبعا. شكلك عايزه حاجه. طبعا. وانت بتتمشى في الشارع زي كل يوم تتفرج على الستات. وبعدين معاك يا دوله. يا زكي انا اختك يا زكي، اختك يعني اكتر واحده عارفه انت بتعمل ايه كل يوم. عايزه ايه؟ الخاتم الالماس بتاعي عند بابا زيان الجواهرجي بيصلحه، عدي استلمه منه. حاضر، أول حاجة هعملها النهاردة آخد الخاتم، وعفى على الحساب كمان. ازيك يا موندي؟ مع الفل يا زكي باشا. سعادة الباشا، زكي باشا. ازيك يا حسونه؟ مالك؟ المسائل مش متظبطه معايا يا باشا. مسائل ايه اللي مش متظبطه؟ المسائل اياها يا باشا. وبعدين ما عليك سيدي العارفين، وانا يا دوب بقالي شهر واحد بس متجوز، لكن حاسس اني مش مظبوط. والله مش مظبوط وانت في السن ده؟ اكيد في حاجه غلط، عندك مشاكل. هو في حد في الدنيا يا باشا ما عندوش مشاكل؟ انا بكلمك على مشاكلك انت، مالكش دعوه بمشاكل الناس التانية. عليا ديون لناس نزله مش مبطلين زن، وصاحب الشغل كرفني من الشغل مش عارف ليه، ده غير حماتي يا باشا قاعده معانا في السكن كاتم على نفسنا، واختي جوزها مطلقه ومعاها منه ثلاثه. الله، كل البلاوي اللي عندك دي وعايز تبقى كويس مع مراتك؟ مش ممكن يا ابني، مستحيل. ما انا بقول لو حضرتك معاك حبايه كده ولا كده، اصل هم قالوا لي يعني انها. قالوا لك ايه؟ الحبوب اللي في سنك ده يبقى انتحار مؤكد. بص اسمع، كل البرشام وكل الدهانات اللي في الدنيا مش هتعمل معاك نتيجه. هنا لازم يبقى رايق وتمام، طول ما هنا رايق وتمام كله هيبقى تمام. اجري اخلص من همومك وانت هتبقى كويس. يلا ماشي يا باشا. اطلع يا اسطى من هنا. دي حضره الصول حاتم بيه زمان ونازل. صباح الخير يا نبيل. صباح الخير يا استاذ حاتم. صباح
صباح الفل يا حاج، شرفنا شوي. طمني السوق عامل ايه؟ احنا في اخر الشهر يا حاج يعني نص نص، لكن في المجمل احلى البريم واعلى مبيعات احنا. على البركه. نفسنا تشرفنا شوي يا حاج، مره تانية بنزل اشرب الشاي معاك. الف سلامه يا حاج. مع السلامه. السلام. لا 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 لا، معلش مش هقدر انزل يا فوزي. ليه يا حاج؟ ده احنا بنتبارك بيه. المهم طمني على الشغل. فل الفل. على البركه، سلم لي على كل اللي جوه. يوصل يا حاج، مع الف سلام. اطلع يا اسطى. على الله يطلع راجل كويس. كويس من حيث ايه يعني؟ يعني ما تبقاش عينه زايد. هو في راجل عينه مزدغه وكلهم عينهم تتدب فيها رصاص، والبجاحه عندهم تتوزن بالكيلو زي البطاطس. يا اختي انا سايبه كذا شغلانه عشان تفصل الرجاله دي. عبيط، وبالطريقه دي عمرك ما هتلاقي شغل. خف عشان تعرفي تعومي. يعني ايه؟ يعني في حدود، في حاجات الواحده ممكن تتسهل فيها، وفي حاجات ستوب لغايه هنا وكفايه. ودي بقى شطاره البيت الواعي. وانا اللي كنت فاكره الدنيا هتضحكلي. تضحكلك؟ تضحكلك عشان ايه؟ حلوه في اللي احلى منك. معاك دبلوم بيشحطوا بيه على الرصيف. مقال حضرتك يا ريس قلب الدنيا. المفروض المقالات اللي زي دي تترجم وتنزل في الجرايد العربي. عدد امبارح انتهينا منه خلاص. خلونا في اللي احنا فيه. هنعمل ايه في العدد الجاي؟ انا شايف سيادتك الموضوعنا الرئيسي هو خبر القبض على الارهابيين اللي حاولوا قتل ادبنا الكبير نجيب محفوظ. بالظبط. عاوز تفاصيل كامله عن القبض عليهم، عاوز صور ليهم، ومهم جدا عاوز اعرف هم مين. Je veux cette merde d'histoire. Avant d'imprimer, tout ce qu'après. طيب. مين فيكم مستعد يكتب عن المرحومه الاستاذه ليتا جلاد؟ ليتا جلاد يا جماعه، مؤسسه جورنال ديجيبت، على اعتبار اننا جورنال بالفرنساوي وتكريمه واجب علينا. انا يا استاذ. اوكي. طبعا لازم نكتب عن الشغل الجامد اللي عاملاه الداخليه في الصعيد. لازم نرجع الثقه في السياح. احنا مش عايزين مصر تبان كانها في حاله حرب. فين الحياه العاديه؟ احنا ممكن نتكلم عن السياحه في شرم والغردقه. هناك النشاط مش بطال والحاله ما فيهاش قلق. انا عندي موضوع حلو قوي يا ريس. كاتبه ولد جديد تحت التمرين، عامل ريبورتاج هايل عن الشذوذ الجنسي في مصر. الكلام الفارغ ده. شذوذ ايه؟ ده يهم القارئ بتاعنا فيه، احنا ثلاث ارباع القراء بتوعنا اجانب. يعني خد عندك مثلا في صفحه التحقيقات موضوع الاثار بتاع تلال عمر، موضوع جديد، صور حلوه. ده اللي اسمه موضوع مهم. هنعمل ايه في الرياضه يا ريس؟ هي فين الرياضه؟ شوف اي حاجه اكتبها وخلاص. فوتبول. الو لوكي وي مكتب السفير الفرنسي. جامي سافا بيان. سيتي بيان يا سوا نو. خير يا حاج؟ مش عوايدك يعني تزورنا بدري كده؟ للضرورة أحكام يا شيخ سمان. خير؟ شوف يا شيخ سمان، أنا بقالي مدة مش عارف أقول إيه. قول يا راجل، أنا سرك توكل على الله وهو المعين. أنا لغاية دلوقتي في المنام بشوف حاجات حلوة. فضل من الله ونعمة. تصور وأنا في السن ده بحتلم وإيه؟ في الأسبوع مرة واتنين. اتنين؟ ما شاء الله. يعني ربنا أنعم عليك بالصحة والعافية. المسألة دي مش مرتبطة بسن. ده متنفس طبيعي. بيحدث بفضل الله لعباد الله الصالحين الذين لا يعرفون طريق الرذيلة. لكن السؤال، هي المدام فين من ده كله؟ الحاجة موجودة. لكن زي ما تقول كده حصل لها زهد في الحكاية دي. بعدين كل ما اجي اقرب منها تقول لي يا راجل اختشي، ولادك بقوا رجاله بشنبات. وحتى لو الحاجه وافقت دي من سني والزمن جبار. المساله في غايه البساطه. تزوج يا حاج وربنا يكرمك. ما هو ده اللي انا خايف منه. خايف من ايه بالظبط؟ كلام الناس. راجل كباره زي ما يتجوز دلوقتي الناس تقول ايه؟ قدام شرع ربنا كلام الناس يداس عليه بالجزم. جرى ايه يا حاج؟ من حقك تتجوز اربعه، ده شرع ربنا. والولاد فوزي وقادري ولا حمدي وكيل النيابه؟ يا حاج عزام، اللي الشرع يسمح بيه ما حدش يقدر يعترض عليه، لو وكيل نيابه ولا وكيل عفريت ازرق. خبر يا حاج؟ ده شرع ربنا. ايه
قلت لك 100 مره اليافطه لازم تتنظف. والنساء الحي لسه ملمعه. وايه ريحه الكمكمه دي؟ افتح الشبابيك. اصل انا بخاف من الدبان. دبان ايه؟ افتح الشبابيك. هو سيادتك عندك اجتماع؟ في اجتماع. احضر المسائل. حضر المسائل. البركة. فيفي تأمر يا أستاذ. خديها فهميها الشغل هنا ماشي إزاي وتدربيها بنفسك على كل حاجة. ها أمرك يا أستاذ. أنا متشكرة جدا يا أستاذ طلال. إن شاء الله أكون عند حسن ظن. إنما نقول له مين سيادتك؟ رباب هو عارف. أهلا 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 أهلا. إيه الحلاوة دي؟ خش. اللي يدخل هنا يبقى من أهل البيت على طول. هو ده بيت؟ بيت مكتب. المهم إن هو مكان آمن ومريح ودمه خفيف. أنا كنت خايف لما نجيش. أنا لما أوعد ما خلفش. وده مين بسلامته؟ ده بابا الله يرحمه. ده شكله باشا بحقه حقيقي. امال انت فاكراني ايه؟ باشا تايواني؟ الصورة دي بابا صورها في بهو القصر الملكي بعد ما حلف في اليمين قدام جلالة الملك تلج. كان أول مرة يمسك فيها وزارة الأشغال العمومية. عشان كده وافقت أجيلك يا باشا، عشان يبقى في حياتي حاجة أفتخر بيها. اسمي في يوم من الايام عرفت باشا بحق وحقيقي بدل الهم اللي انا فيه. واديك بتشوف الاشكال اللي في البار. دمك زي العسل. بس ماليش بخت يا باشا. فين الحمام؟ لما تخرجي كده هتلاقيها على ايدك اليمين على طول. عن اذنك. كله تمام يا سعادة الباشا. أنا هغيب ساعتين ثلاثة كده، هقابل ملاك أخويا في موضوع كده يعني بنخلصه. خد راحتك. هو الباب اتفتح واتقفل؟ هو كده بالظبط. انا احب الست العمليه. بصي انا عرفت ستات بعدد شعر راسي من الاميرات للخدمات. بشرفي ما شفت زيك يا راجل. بقول لك الباب. باب ايه؟ ده فانوس. خرج هيتاخر هيغيب. السلام. هو ده مكتب محاسبة ولا استيراد وتصدير ولا محاماة؟ يعني يهمك قوي في شغلنا إذا كان ده محاسبة ولا محاماة؟ ده مكتب هندسة. أنا أصلي مهندس باش مهندس. أمال يعني مش شايفة هندسة؟ المكتب ده أنا عملته بعد ما رجعت من فرنسا. الشهادة بتاعتي من فرنسا. على كده بتعرف فرنساوي؟ إيه اللي بعرف فرنساوي؟ هتعرفي بنفسك قد إيه أنا متمكن من الفرنساوي. يا باشا بطلت هندسه ليه؟ البلد دلوقتي مش محتاجه مهندسين، محتاجه صيع حراميه. هو احنا هننام فين يا باشا؟ في وقت الاجتماعات. الراجل وصل. وصل النادي من تلت ساعة. يا عذرا يا أم النعم. ملاك مهما حصل بيني وبين الراجل أنت مالكش أي دخل. فاهم فاهم يا أخويا. هو عارف إننا هنقابله؟ هو اللي مدي الميعاد بنفسه، سايب لنا خبر على الباب عشان يدخلونا.
جبتوا فلوس؟ طبعا يا باشا، احنا ناس عند كلمتنا والمسيح الحي يشهد علينا يوم القيامه. ملاك اخويا انا جبته مخصوص عشان تشوف بنفسك قد ايه هو راجل دغري ومحترم. شوف يا فانوس، انا مش مطلوب مني ان انا اعمل فيش وتشبيه لكل واحد هيسكن على السطح. هو مش هيسكن يا باشا، الاوضه اللي على السطح دي من يوم ما صاحبها مات وهي مقفوله، وملاك اخويا زي ما انت عارف ترزي قمصان، يعني هيقعد يشتغل طول النهار واخر الليل هيروح لبيته. ما هو عنده بيت وعيله واولاد وحمله تقيل. ما علينا، معاكم الفلوس؟ مش كلها، القبط المخلص للرب ما يعرفش يكتب. والقبط المخلص للرب هو اللي يحترم اتفاقه. انا قلت ست بواكي، اكتب عقد بكده؟ أربعة يا فكري. والمسيح الحي احنا عارفين ان انت هتشملنا بعطفك. انت ياما عملت خير كتير في الناس كلها، وياما اترفعت في قضايا ما خدتش اتعب من اصحابها. اعتبرنا قضية من قضاياك يا اخي. وده مسكين، ده عنده كوب لحم والكنيسة بتحسن عليه. وانا هو زي ما حضرتك شايف اهو صاحب عاهة مش قادر اساعده. وانت بتعمل خير كتير. ابونا في الكنيسة هو اللي قال لي ده احنا اولاد معمودية واحدة. انت بتعمل ايه؟ خلاص سيب الفلوس، واي واحد منكم يبقى يجي لي بالليل ياخد العقد. ربنا يعوض تعب محبتك. طبعا يا فندم، في كل الالوان اللي حضرتك تتخيلها، بس على فكره تسليم في خلال 3 شهور. خير يا بابا؟ في حاجه ولا لا؟ لا مفيش. امال مالك شكلك كده مش مظبوط؟ يعني بالي مشغول، بس اطمن يعني اللي شاغل بالي حاجه ملهاش علاقه بالشغل نهائي. تضرب سيجاره ملفوفه؟ يا سلام، ده اوانها. فوزي، الشيخ السمان عاوز يشوفك انت واخواتك، وانا عاوزكم تسمعوه كويس. خير يا حاج؟ اما تقابلوها تعرفها. احلى صباح يا حاج. طمني، اخبار الجماعه بتوع اليابان ايه؟ مية مية. اعتبر المسألة دي عندنا خلاص. على البركة. ربنا يحوش عننا الكلاب اللي بتتلم حوالين الدبيحة. بالحق يا حاج، أنا نسيت أقول لك. سليم زعتر مستخلص الجمارك فتح مكتب جديد وعلى الواسع، وراسه ألف سيف إن أنت لازم تحضر الافتتاح. يستحق، هروح له. مش شوفي لقيت شغلانة جديدة في محل الملابس؟ شغلانة فين بقى إن شاء الله؟ عند واحد اسمه طلال الشام. جرالي كده يا أبو سعين، هي الدنيا ضاقت؟ مفيش غير طلال الشام اللي هتشتغلي عنده؟ وطي حسك. ماله طلال؟ سمعته زي الزفت. وانتش عرفك بيه ولا بسمعته؟ كنت اشتغلت عنده؟ بقول لك ايه، المنطقه كلها انا عارفها شبل شبل، وعارف ناسها نفر نفر. انا مولود فيها ومتربي فيها. على العموم انا ما شفتش منه حاجه وحشه. ما انت هتشوف. والله لما اشوف بقى يبقى يحلها ربنا. لكن دول 250 جنيه في الشهر عشان اعيش انا واخواتي، عايزين قدهم 3-4 مرات. امي بتخدم في البيوت عشان تلم 300 جنيه في الشهر وبترجع مهدوده، وابويا مات وعليه ديون. الديانه بقى في اللي سامحه وفي اللي لسه بيطالب بحقه، واحنا لازم ندفع الدين اللي عليه زي الشرع ما قال، ولا مش هيدخل الجنه. وانت جاي تقول لي طلال سمعته وحشه؟ ومين عندك في البلد دي سمعته مش وحشه؟ ولا هو كلام وبس؟ واسمع بقى اما اقول لك، اذا كان على الدبله الفضه اللي في صباعي دي اتفضل اهي، انت مش هتعمل عليا ضابط بوليس من دلوقتي. سعد الباشا، ازيك يا باشا؟ يا باشا سيادتك تعبان. انت تعبان؟ اجيب دكتور؟ الساعة كام؟ 7:30. الساعة بتاعتي فين؟
في حاجة يا باشا؟ المحفظة بتاعتي كان فيها 900 جنيه. أنا سرقت يا فانوس. البنت خدت كل حاجة. خدت الخاتم بتاع دولة أختي. وخدت طقم إقلام دهب. مومي استاخد طقم إقلام دهب تعمل بيه إيه؟ يا هتبيعه يا هتديه لعشيقها. إحنا نبلغ البوليس. بوليس إيه؟ أنت حمار. أقول لهم إيه؟ مش مهم الفلوس. المهم الخادم بتاع دولة لازم يرجع. مساء الخير. مساء الخير عليك. امال فين شارع هدى شعراوي؟ لا ما عارفش. هو حضرتك غريب مش من هنا ولا؟ لا من هنا بس ساعات كده الواحد دماغه بتلف. والله يا باشا انا ما عارفش حاجه عن الشوارع دي كلها. مكان ما بيوقفونا بنقف. يعني بتفضل طول الليل واقف؟ مكتوب علينا يا بيه. ما تقدرش تقعد؟ يا ابوي لو اتعكشت قاعد ولا نايم فيها جيزه طوالي. بس تقدر تتمشى؟ في محل خدمتي. باين عليك شاب ممتاز واصيل كمان. ربنا يكون قصدك فاكر بيه. اتمشى معايا كم متر كده؟ ما قلت سعادتك. تعال 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 امسك. لا ما قادرش. ممنوع سعادتك يعني ناخد اي حاجه من اي حد. انت اسمك ايه؟ عبد ربه عبد الباري يا بيه. عاشت الاسامي. بص يا عبد ربه، اولا انا مش اي حد، ثانيا مفيش حد شايف. امسك بقى امسك ما تزعلنيش. بس ده كتير يا بيه. والله ما في حد بيعمل كده خالص. انا انا اصلي عبد ربه، بحب اسعد الناس. ربنا يسعد سعادتك سعاده البيه. اما تعرفني كويس هتتاكد بنفسك. ربنا يبارك في سعادتك سعاده البيه. كنت فين يا سعادة الباشا؟ مساء الخير يا دولة. مساء الخير يا دولة؟ أنت إيه حكايتك بالظبط؟ أنت فاكر نفسك ساكن في أوتيل ولا في بانسيون؟ استنى هنا كلمني. أيوة دولة. أنت عارف الساعة كام دلوقتي؟ بقى لي 4 ساعات مرزوعة مستنياك وخايفة عليك. أنت فاكراني عيل صغير. أنا هشيل همك ولا هم الأمراض اللي في جتتي؟
دولت انا تعبان وعايز استريح. تعبان يا باشا؟ تعبان من ايه يا باشا؟ من الجري ورا النسوان الزباله في الشوارع والبارات الوسخه؟ طب راعي سنك يا راجل يا اللي ما بتختشيش؟ ده انت رجل على باب الاوضه ورجل على باب القبر يا زكي. اعمل حساب لربنا في اخر ايامك. وبعدين تبقى مجنون يا زكي. مجنون لو تتصور ان في واحده ست ممكن تعبرك انت وتفصلك يا ناقص يا شايب يا عايب. لازم تعذرني. الدنيا عامله حواليا زي الخايه، ساعات ما اعرفش انا بقول ايه. هات الدبر. لا. هات الدبر بقول لك، انا عارفه انها معاك. هات، ما تعملش فيها عبد الحليم حافظ كده. هات. طب اعمل لك ايه وانت شعنونه كده؟ ما انا لازم اصبر عليكي. بس هاني. شفت نفسك في المرايه؟ يعني. ما شاء الله عليك. ادعي لي ربنا يوفقني النهارده. متوفق ان شاء الله. انت شكلك ظابط من دلوقتي وعزه تلاقي احلى من الظباط. يا دوب بقى، انا اصلي نازل بدري عشان الحق الاوتوبيسات وهي فاضيه، لحسن الزحمه تبهدل البدل. لا، انت تاخد تاكسي وتقعد ملك عشان اعصابك تبقى مستريحه، وادعي الدعاء اللي هقول لك عليه قدام لجنه الامتحان. قول اللهم اجعل كلمتي هي العليا وكلمتهم هي السفلى، وما تنساش المعوذتين. ماشي، ربنا يوفقك. سلام. مع السلامه. اتفضل يا حاج. اتفضل. شوف يا حاج عزام، الوزراء واللي اكبر من الوزراء يفتحوا المنشآت الجديدة. اتفضل يا حاج. أنا بفضل الله وفضلك وفضل أمثالك بقيت منشأة كبيرة. بس أنا قلت بقى الحاج محمد عزام هو اللي لازم يباركها بنفسه. أنت غالي عندي قوي يا زعتر، وأنا فرحان لك. مش أنا بس، أنا والولاد. ربنا يزيدك كمان وكمان. تشرب يا حاج. مفيش غير القهوة. قهوة إيه يا حاج عزام؟ القهوة ملحوقة. يا سعاد. أفندم يا أستاذ سليم. هاتي عصير للحاج عزام يا سعاد. حاضر. هاتيه بنفسك يا سعاد. بنفسي طبعا يا استاذ سليم. بسم الله ما شاء الله. بنتك دي يا زعتر؟ بنتي ايه يا حاج؟ دي موظفه عندي هنا في المنشاه. انا بنتي يا دوبك في الاعداديه. بسم الله ما شاء الله. لازم السكرتيره بتاعتك بقى. يا حاج احنا مالناش في شغل السكرتيرات والكلام ده. مدام سعاد شاطره ونبيهه وخفيفه. هي مدام؟ وعندها ولد عنده يجي 6 7 سنين كده. جوزها بقى راح يشتغل في العراق. مات هناك. الله يرحمه. مات ازاي؟ الله اعلم. اتفضل يا حاج عزام. كتر خيرك يا ست الكل. هروح اعمل لحضرتك القهوه بنفسي. بس السكر قليل لو تكرمت يعني. من عينيا الاثنين. في ايه يا حاج؟ اصل في وشوش سمحه، اما تشوفها تحس بالراحه. باين عليها بنت حلال. انت مجموعك كبير قوي يا طه، 89%. انت ليه فضلت كليه الشرطه عن بقيه كليات القمه؟ عشان اخدم بلدي يا فندم. طب ما هو خريج الهندسه برضه ممكن يخدم بلده يا طه. طبعا يا فندم، بس لو كل واحد خدم بلده في المجال اللي بيحبه هتكون خدمته افضل. عظيم. طب تفتكر ايه هي العناصر اللي يجب انها تتوفر في ضابط الشرطه؟ الانضباط، التشبع بروح العدل، الحزم، الشرف، واولا واخيرا لازم يكون انسان في كل تصرفاته. انت والدك بيشتغل ايه يا طه؟ موظف يا فندم. موظف ولا حارس عقار؟ يا فندم ما هو حارس العقار موظف برضه. اسراف اللي بعده. كنتي فين؟
كنت مع الاستاذ طلب في المخزن. بتعملوا ايه؟ كان بيعمل جرد على البضاعه، شوف البضاعه الناقصه عشان يجيب غيرها. امال الكل بيبص لك ويبص له كده ليه؟ الله، ما الكل عارف ان احنا كنا بنعمل اباحه في المخزن. طمني وبلاش وشك يحمر كده. اباحه من فوق الهدوم يعني؟ من فوق الهدوم؟ اه من فوق الهدوم. اهو بيقعد يلزق نفسه كده ويتحك لحد ما يترعش ويتنفض، والسلام عليكم. وعليكم السلام. وهو عامل زي دقر البط كده. بعدين بيدفع 10 جنيه وحشه، وكلنا في الهوا سوا، ومسيب الدور يجي عليك. مش عارفه كل واحده مش عايزه تبص لنفسها ليه. صدام حسين قتل كتير من المصريين، مش بعيد يكون هو اللي قتل جوز الموظفة اللطيفة دي. أنا ما بحبش أكلمها في الموضوع ده. طب هي ليه ما اتجوزتش لغاية دلوقتي؟ مين هيتجوز واحدة فقيرة بتربي عيل ويا دوبك اللي جاي على قد اللي رايح؟ ده غير إن النسوان بقوا أكتر من البسارية. مين بقى اللي هيتجوز أرملة دبلوم تجارة وفرقة بيتها عيل؟ أنا. أيوة بس دي عيدة خالص يا حاج، دي مفيش، دي بالنسبة لك لا تذكر. انت مقامك أكبر من كده بكتير. شوف يا زعتر، انا راجل عارف ربنا، يعني من الاخر كده انا عاوز واحدة عاشرها، مش واحدة ورثها ولا اخد مرتبها اخر الشهر. لاحظ كده بقى، دي تبقى طاقة القدر اتفتحت لها. بس انا ليها شروط، لو وافقوا عليها نخلص على طول. ضيعت الخاتم الالماس بتاعي يا سكر يا منحل، وتكذب عليا وتقول لي لسه ما روحتش للجواهرجي؟ احترم نفسك يا دولة. مين اللي احترم نفسه يا هزو؟ وديت الخاتم فين؟ اديته لانهي صفيحه زباله يا اللي خليت اسمي اكبر عيله في مصر تحت الرجلين؟ اخرج بره بيتي. بيتك ايه يا دولة؟ البيت ده بيت انا، بيت الدسوقي باشا. الدسوقي باشا اللي انت وسخت اسمه. انت اوسخ مني. على الاقل لو وسختك كانت بره بيت العيله، انما انت وسختي كانت هنا. عدد الرجال اللي دخل الشقه دي عشان يناموا معاكي اكتر من اعضاء حزب الوفد القديم والجديد. انت مخي خلاص بقى عجين، انت مكانك مش هنا، مكانك مستشفى المجانين. لما مستشفى المجانين مكاني، امال انت مكانك يبقى فين؟ ها؟ في البارات الوسخه طبعا، اقعد مع الجرابيع اللي بقيت زيهم، ولا انزل روح الشوارع؟ الشوارع اجري، يلا اجري ورا النسوان اللي بتدور عليهم. اخرج بره بيتي. تاني بيتك؟ انا صاحب البيت ده وانت اللي ضيفه، بس ضيفه ثقيله ورزله. انا ما عادش مستعملك يا دولة. ولا انا يا اخي. يلا اخرج. اخرج بقى، ما بقاش دولة بنت تسوق يا باشا، بخليتك عبر سكان العماره. يلا يلا. ايه يا اخوانا؟ مفيش حاجه، اخ واخت بيتخانقوا، وانتوا عارفين دولة طول عمرها مجنونه. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, là j'aurai pour la vie. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots d'aide tous les jours. أغلى حاجة في حياتي.
زكي انت مش تمام، مالك؟ طول عمرك بتعرف اللي جوايا من غير ما اقولك. انت زي التلفزيون مفتوح، انت في تمثيليه نكد. هو في نكد بس من غير تمثيليه. كله على ده جزمتك زي ما انت بتقول. يلا تعالى نقعد على الترابيزه. اتخانقت مع دولت. مش جديد طول عمركم كده؟ دي طردتني من البيت. مجنونه. بس طيب المرة دي عملت حاجة كبيرة؟ ضيعت لها الخاتم بتاعها. أنا مستعد أجيب لها خاتم أحسن منه. هو زكي تري أونتو؟ لا. الست ممكن تنسى عشائها، جوزها، أبوها، إنما مجوهرات؟ لا، ما تسألنيش. كريستين لو قلت لك إن دولة بترسم من زمان عشان تطردني من الشقة، تعمل بيها إيه؟ تاخدها. لما تاخدها تعمل إيه؟ هتديها لأولادها. ما إن أنا لو مت، دولة هتاخد كل حاجة. هي الوريث الوحيد ليا. هي اكبر منك، هي ممكن تموت قبليك، انت تورثها. ما ساعتها اولادها هيورثوا نصيبها. انا مش عارف هي بتعمل كده ليه. ما انا شايفه غير كده زكي خالص. هي دلوقتي زمانها هاديه، وانا هكلم معاها في التليفون وكل شيء يبقى تمام. تبيش نفسك، انا عارفها. رهان على ازازه بلاك. هي فولبر دي، بس انا هكلمها. خلاص يا مدام كريستين، خلاص الموضوع ده انتهى. خلاص اي كلام فيه مش هيغير اي حاجه من اللي حاصل. ايوه حبيبتي، بس ده بيته زي ما هو بيتك بالظبط. لا 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 يا مدام، لازم حضرتك تبقي فاهمه، زكي مش هيدخل الشقه دي تاني طول ما انا عايشه وحتى بعد ما اموت كمان. طب اهدى، مش عايز اسمع انا حاجه. من فضلك عشان خاطري. نعم، انت مين انت عشان يبقى لك خاطر اصلا؟ انت فاكره نفسك ايه؟ انت كلك واحده من عشيقاته. اوعى تكوني فاكره نفسك رئيسه الانرويل. كال انرويل، انا كريستين. انت بتكلمي ازاي انت؟ لا 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 لا، بقول لك ايه، انت بدل ما تضيعي وقتك معايا ها روحي شوفي زباينك. يلا يلا يلا، لا يكون حد عايز حاجه. يلا زكي تكسب رهان. مش قلت لك انا كنت فاكره انها مجنونه، بس طلعت كلبه واطيه، وهي تموت قبليك ان شاء الله. اهلا 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 حاتم بيه، اهلا اهلا، منور منور خالص. لمبه 1000 واط، شمس وقمر مع بعض. اهلا بيه عزيز، خليهم يجيبوا لنا كل حاجه انت شايف انها حلوه. الشرب حاتم بيه ويسكي، والاستاذ ويسكي برضو، ده صديقي عبد الرب. اهلا مستر عبد الرب. اهلا بيك يا باشا. اهلا بيك. عزيز من فضلك ابعت لي الشط بسرعه. امرك امرك مستر. يلا عيش وملح يا عبد الرب، اشرب وكل يا عم. يا باشا والله ما كان ليه لزوم. انا حابب انك تبقى مبسوط يا عبد، مبسوط خالص. ربنا يبارك في سعادتك سعاده الباشا. هو طعمه يعتبر مش حلو لكن لذيذ. لذيذ يا بيه. تعرف يا عبدو، بعد ما تشرب كاس تاني هتحس انك عايز تعمل حاجات لذيذه. حاجات لذيذه جدا، ألذ حاجه في الحياه. عارفها يا بيه، بس انا مرض في البلد هناك في الصعيد الشواني. هو لازم يعني مع مرتك؟ على فكرة أغلب الستات ما بيكونوش لزاز قوي. تشقيلك يا بيه. اهدى اهدى يا عبدو، الناس بتبص علينا. خليك عادي، خليك عادي خالص. عبد الرب
ايه؟ انت مفيش عندك مخ؟ عايز تعمل لنا فضيحة؟ انت عارف ان انا اقدر اذيك، بس انا الاذية مش طبعي. تقدر تقول لي هتروح فين دلوقتي؟ هروح في نصيبك. يا بيه، الحاجات اللي انت طالبها دي عيب وحرام وبتهز عرش السماوات والارض. طيب خلاص خلاص، تعالى اتنيل تاوى لحد الصبح، والصبح بقى اروح لحالك. يلا. ايه حكايه سكان العماره دول؟ لا بقى في اصول ولا حد بقى عنده المسؤوليه. في ايه يعني بكل واحد يتاكد ان قافل باب الاسانسير وراه؟ ده حاجه تلف. انا بحاتم بيه، مش ممكن سكان العماره واحد طلع بالاسانسير وساب الباب مفتوح. مين ده؟ يا زكي باشا، الاستهتار بقى شيء عادي. اه ما انا عارف. مين ده؟ لا ده معايا. اه معاه. لا بس الواد شديد بصراحه. معاه. ما تطلع يا ابني جيب الاسانسير من فوق. لما حاتم بيقوم. لما حاتم بيقوم. امر حاتم بيه يجيب الاسانسير من فوق. ما تخافش، مش هيحصل له حاجه. زي ما هيطلع زي ما هينزل بالظبط. خلاص يا باشا. اطلع يا عبد رب. اطلع يا عبد رب. اوبا. شفت الواد؟ الواد طلع طالعه عمل سبرنت. نمر. اي أيوة والله نمر، واد جامد. انت ابن حلال، تستاهل كل خير. ليلتك فل يا حاتم بيه. ما ليالي كده تبقى فل على ناس ونكد على ناس. اتفضل. مكسوف ولا ايه؟ هو سعادتك الراجل ده باشا بجد ولا تجليد؟ لا لا لا، أبوه هو اللي كان باشا بحقيقي ومسك وزير مرتين ثلاثة زمان. أمال هو بيشتغل إيه؟ ولا أي حاجة. عايش على شوية أملاك سابهم أبوه، فاشل طول عمره، راجل أنتيكة زي ما شفته كده. مسخة، سكري، بتاع ستات، ده مش أنتيكة، ده روبابيكيا. طيب البيت بيتك بقى، أنا مش هتأخر عليك. اتفضل اتفضل اتفضل. تعيش يا بيه. مش معقولة هتنام بالهدوم اللي انت لابسها دي؟ اصلي مش متعود انام بدري ابدا، لكن انت لو عايز تنام اتفضل، في اوضه جوه على فكره. الحكايه مش مستاهله يا بيه، اني بعد ما تنام حضرتك انام هنا على الارض، انا واخد على كده. اشرب يا عبدو. ده ايه؟ كركري؟ ايه؟ كركري؟ دو انت تعرف. مش كركري. اللون الكركري. بقول لك، انت قلت لي ان فاضل لك شهرين وتخلص خدمتك، مش كده؟ تمام يا بيه. هتعمل ايه بعد كده؟ هرجع بلدنا تاني. دي اول مره اشوف حد يجي القاهره ويرجع تاني موطنه الاصلي. عامل ايه يا بيه؟ ماني عشان الاقي شغلانه هنا يعني تلزمني وسطه كبيره قوي. انا وسطتك يا عبدو. ربنا يسعد سعادتك سعاده البيه. اصل زي ما قلت لك، انا عايش لوحدي زي ما انت شايف كده. عبدو، أنا وهبت نفسي علشان أسعد غيري، بس مين بقى؟ مين اللي يستاهل؟ مش. تتفرج على حاجة لذيذة في التلفزيون؟ حاجة جامدة. التلفزيون في الليل بيبقى ماسخ، ماسخ قوي. يا بوي. ايه ده يا بيه؟ جامد جدا. قوي.
تقولي لي انت متجوز يا عبده مش كده؟ عبده ايوه بيه متجوز بس مرت على قد حالها يعني مش كده؟ بتنام معاها كتير؟ لزوم ايه الاحراج ده بس يا بيه؟ يا عم مفيش احراج ولا حاجه ها؟ اهو لما باخد اجازه بعمل الواجب مرتين ثلاثه في اليوم لغايه ما الاجازه تخلص مرتين ثلاثه في اليوم؟ تقولي على قد حالها؟ انت مفتري بقى إن جيت للحاجة يا بيه ساعات بتبقى عاصية أو تعبانة بس أنا بكسر راسها يد من عدمها شكرا تشك تامر خش انت يا حبيبي جوه اتفرج على المسلسل يلا يا بابا دي جوازه شرعي على سنه الله ورسوله لا هي عرفي ولا متسيار لا سمح الله لا احنا عندنا علم يا حاج انك انت راجل بتعرف ربنا وابن حلال الحمد لله سعاد هتقعد معايا في مصر لوحدها والولد هيفضل معاكوا هنا وكل الظروف ما تسمح تبقى تشوفه وما تقلقوش مصاريفه عليا انا ايه قلت ايه يا سعاد اللي تشوفه يا ريس حميدو خلاص الشبكه 10000 المهر 20000 مؤخر الصداق 5000 جنيه وهاخدها بالهدوم اللي عليها دي على خير الله في حاجه تانية يا حاج ايه الجوازه دي هتفضل سر الحاجه فايقه مراتي لو عرفت او خدت خبر هتبقي طالق في ساعتها وافرض عرفت بعيد عني يا حاج انا ذنبي ايه مفيش سر بيخرج من عندي انا النمله اللي تخش بيتي لا يمكن تلاقي مطرح تخرج منه اذا كان كده معلش ليك طلبات تانية يا حاج اهم طلب انا ربنا رزقني ورزقها بالولاد يعني مفيش خلفه ولا حمل من اصل وده شرط ما فيهوش هزار سمعونا طبعا يا حاج خلاص اسبوع واحد اجهز عيش الزوجيه واجي نكتب الكتاب واخدك معايا في ليلتها ما سمعونا زغروطه فانوس فانوس نوم العوافي يا سعاده الباشا ايه الشنط دي أخت سعادتك هي اللي بعتتهم يا باشا. روح اعمل لي فنجان قهوة. أخت سعادتك غيرت كالون الشقة وركبت ترابيس. الواد اللي جاب الشنط هو اللي قال كده. أيوة دولة. يا دولة إحنا إخوان. مش ممكن الامور توصل بيننا للحاله المؤسفه دي دوله قاعد بعيد كده ليه؟ حالي من حالك فقر بيفضحني بالواحد خليه في حاله من اولها احسن لا انا عن نفسي كنت قاعد وياهم بس كلامهم ما عجبنيش عشان كده بعدت نفسي
كانوا بيتكلموا في ايه الناس دي؟ كانوا بيتكلموا في البابا والماما، اللي يقول لي ابوه وكيل وزاره، اللي مستشار، واللي مهندس، واللي امه خبيره في الامم المتحده. بيني وبينك خفت يسالون ابوك بيشتغل ايه، عشان كده جيت قعدت وياك. ده انت ابوك بيشتغل ايه؟ حارس عقار. بواب. وانت؟ صراماتي. عندنا محل جزم صغير. انت عارف انهم لو كانوا يعرفوا ان مكتب التنسيق هيلم ابن بواب وابن صراماتي مع اولاد الامم المتحده كانوا نسفوا مكتب التنسيق ده. والله الواحد ما عارف هيكمل مع الناس دي ازاي. سيبك انت، برضه هنلاقي اللي زينا. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان. اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب جنتك. حرمني يا أستاذ. جامعني إن شاء الله. ربنا أعطاك نعمة حلاوة الصوت وطلاوة الخشوع. الحمد لله رب العالمين. الخشوع للمولى عز وجل هو أفضل النعم. قول لي أنت دائم التواجد في المسجد؟ الحمد لله. الحمد لله. اسم الكريم إيه؟ طه الشاذلي. سنة أولى أخطأها؟ أيوه. أخوك خالد عبد الرحيم سنة ثالثة. زي ما أنت شايفك ده صعيدي. لكن واضح عليك أنت من أهل المدن. أنا من سكان القاهرة هنا. ساكن فين أخطأ؟ في وسط البلد. ده انت تبقى من إلية القوم. بالظبط كده. ده اذا كنت تقصد السطوح طبعا. يا اخي خالد انا مسكن سطوح وسط البلد. على العموم سطوح وسط البلد بردك افضل من سطوح العشوائيات. احمد ربنا على ما انت فيه. الحمد والشكر للمولى عز وجل موجودين جوه القلب والروح وفي كل الاوقات. والله يا اخي خالد سواء كانت اوقات الفرج او الشده. بسم الله ما شاء الله انت تقي ورع بالفطره خطاها. قول لي انت بتصلي الجمعه فين؟ في زاوية قرب العمارة اللي أنا ساكن فيها. لا 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 يا راجل ده كلام. صلاة الجمعة لا تجوز في الزوايا. ده غير إن الصلاة في المساجد حتى ولو كانت بعيدة عن البيت فالسعي إليها برضك فيه ثواب كبير. طب قول لي على الجامع اللي أنت بتصلي فيه، إن شاء الله يكون في آخر الدنيا وأنا أجي أصلي معاك جمعة وعشاء وفجر كمان. شوف يا خطاها، حماسك الشديد لأداء الفريضة بهذا الشكل إن دل بيدل على عمق صلاحك وإيمانك. عشان كده أنا هكسب فيك ثواب وأخذك من إيدك للخير بإذن المولى عز وجل. إيدي على كتفك. أستاذ طلال. أيوه. أنا كنت مزنوقة في 20 جنيه، إن شاء الله تخصمهم من ما هي. 10 جنيه كفاية. خليك أنت لحد ما هدومك تنشف، وبعدين حصليني على المحل. في الباب 5 تكات والقفل، ها؟
اتفضل يا باشا. ايه ده؟ ده جورنال حاتم بن رشيد بقى بيبعت لنا نسخه دلوقتي. وايه الدق اللي فوق ده؟ ايه الفوضى دي؟ ده الحاج محمد باشا عزام بيعمل تمديدات في شقته، يا ريت سعادتك تكلمه يعني. اكلم مين؟ عزام باشا. عزام باشا؟ من امتى عزام بقى باشا؟ ده انا شايفه بعيني بيمسح جزم قدام الامريكيين. معقول يا باشا؟ ده نص شارع سليمان باشا ملكه. انت مش مصدقني؟ لا انا مصدقك وكل حاجه، بس ازاي مسح جزم يبقى عنده كل المحلات والاملاك والفلوس دي كلها؟ لو كنت اعرف كنت قلت لك. كان زمان ربنا تاب عليك من الخدمه في البيوت وبقيت زيه. روح انت قول له، قول له الباشا بيقول لك بطلوا ده وشوف مين اللي على الباب. عزام باشا. مش دي شقة زكي الدسوقي؟ زكي باشا. خلاص ما تزعلش، زكي باشا. أنا بقى يا سيدي محضر ومعايا إعلان للباشا بتاعك. ها؟ تحب أنت تستلمه ولا تخلي الباشا يجي يستلمه؟ أنا بقيت فيه مجنون يا فانوس. يقول عليك كده يا باشا. يبقى هو اللي سفيه ومعتوه ومجنون كمان. دولة أختي رفع علي قضية حبر، بتقول إن أنا سفيه ومجنون. حسناء أخت سعادتك، أنا ما أقدرش أغلط. دولة ما بقتش مفترية وبس، بقت مفترية ومجنونة. مش خايفة على نفسي؟ كنت ماشية لوحدي كده. ازيك يا طه؟ أنا كويس. مالك؟ ماليش، مهدودة من الشغل، واقفة على كعب رجليا من الصبح، ما بصدق أوصل الأوضة وترمي زي الفسيخ. أنا بس كنت عايزة أطمن عليك. طمني أنت عليك، عامل إيه في الكلية بتاعتك؟ حاسس إني غريب فيها. البلد دي ما بقتش بلدنا خلاص، اللي زينا بقوا غرب فيها. كلامك وراه حاجة يا أبو سعيد. اسمع كلامي، اصبر لغايه ما تخلص الهبابه اللي انت فيها دي وخد الشهاده بتاعتك وسافر الخليج. ممكن اعمل كده بس بشرط. ايه هو؟ انك تيجي معايا. يا عالم، حد عارف بكره مخبي ايه؟ بوسينه، انا حاسس انك اتغيرت من ناحيتي قوي. انا ما اتغيرتش يا طه، الدنيا بتتغير حواليا. انا مش قادره اتكلم كلمتين على بعض. هاي. مالك يا حبيبي؟ عبده، مالك؟ خايف يا بيه. خايف من ايه يا عبده؟ من ربنا. تخاف من ربنا ليه؟ انت بتعمل حاجة غلط؟ انت ايه؟ انا ما بعملش غير الغلط. خمرة ليل ونهار ونجاسة معاك، حتى الصلاة هملتها. يا بيه انا سمعت الشيخ في الجامع بيحكي عن عذاب ربنا لقوم لوط. احنا بنهز عرش السماوات والارض. زلزال يعني يا بيه؟ انت صعيدي ومخك على قدك. انت فاكر ان انا وانت بس كده؟ لا احنا كتير قوي. هنا في اوروبا وفي امريكا وفي الخليج، في الدنيا كلها. زلزال. فيها ايه لما واحد يحب واحد تاني؟ فيها ايه؟ عبده ربنا كبير جدا ورحيم جدا جدا. وبعدين انا عايز اطمنك. هتطمني كيف بس؟ انت عارف ايه اللي بجد بقى حرام ودي ما فيهاش جدال؟ الزنا. الزنا
يعني واحد ينام مع واحده ما تكونش مراته، وده منع لاختلاط الانساب. يعني تحبل من عشيقها وتكتب الولد باسم جوزها او تتخلص من البيبي، وده طبعا حرام جدا جدا. لكن راجل بيحب راجل، ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ قصدك ايه؟ الرجاله ما بتحبلش يا عبده. خد التوب ده حطه هنا. حاسب حاسب على المقص اللي هيقع. الشغل ده نزله تحت. ها؟ كله تمام. وانت؟ اهلا بالاموره زينت الصبايا. ازيك يا انسه ابو سعيد؟ ايه؟ مفيش مساء الخير؟ ليلتك سعيده يا عم ملاك؟ ازيك يا اسطى ملاك؟ اهو كده. انا عندي ليك شغلانه هتفتح باب رزق لينا احنا الاثنين. ونوع ايه الشغلانه دي؟ عايزك تتوسطي لي عند طلال ياخد مني طلبيه بلوزات. انا شغلي 10/10 وعملتك محفوظه. انت بتتكلم ازاي؟ واطلع مين انا عشان اتوسط لك؟ ده انا يا دوب حته بياع على راحت ولا جد. الكلام في الشغل ما يبقاش حاف. استنيني ثانيه واحده. دي هدية مني ليكي. مقاسك. أنا ما باخدش هدايا من حد. بمناسبة إيه هاخد هدية منك؟ بمناسبة الشغل اللي هيبقى بينا. انسى حكاية الشغل دي، طلال بياخد بضاعته كلها من ورش كبيرة. ما أنت لو كلمتيه هيسمع كلامك. وبتاع إيه هيسمع كلامي؟ أنسة أبو سينا، أنا في الشغلانة دي وأنا عندي 6 سنين، وطول عمري عايش في المنطقة هنا. يعني عارف طلال بيعمل إيه وفين. انت اكيد ليكي دلال عليه. بنت حلوه وصبيه زي التفاحه الصبحه. يعني طلال عمره ما هيقول لك على حاجه لا ابدا. صدق انك راجل هزق وقليل الادب. هو اللي يقول الحقيقه يبقى قليل الادب؟ طب عيني في عينك كده. بذمتك ما رحتيش لطلال المخزن ولا مره؟ راجل ناقص وسافل. تبقى روحتي. هنتكلم تاني على رواقة. بس بأي أنا مش هعطل حضرتك كتير يعني. أنا عارف إن وراك مشاغل لا ليها أول ولا آخر. وأنا ما أتأخرش عنك يا حاج. معلش أنا مش عايزك تزعل مني. أنا الأسبوعين اللي فاتوا دول والله ما كان عندي دقيقة واحدة فاضية قبلك فيها. مقدر يا باشا. خير يا حاج. يعني مؤكد سعادتك سألت عني لما عرفت إن أنا طلبت المقابلة. وعرفت عنك كل خير. أنت راجل 10/10. الحمد لله، نعمة وفضل من عنده. كل شيء بفضل الله. شوف يا باشا، أنا عاوز أساهم في خدمة البلد وخدمة أهل المنطقة اللي فيها شغلي وفيها الناس اللي عشت وسطهم وحبوني وحبيتهم. ما كلنا زيك كده يا حاج، بس بقى زي ما بيقولوا كل شيخ له طريقة. أنا استخرت المولى عز وجل وقلت أرشح نفسي في مجلس الشعب عن دايرة قصر النيل. قصر النيل؟ أهلي وناسي.
انت عارف احنا مسميين دايرة قصر النيل في المجلس ايه يا حاج؟ حتة الجاتوه. افهم من معاليك. هتفهم ايه يا حاج؟ اقول لك حتة الجاتوه يعني حاجة حلوة ما فيها مشاكل ولا عشوائيات ولا حد يقول لك عايز وعايز وعايز، والشباب اللي عايز شقة واللي عايز وظيفة لحد ما يطعوك في عيشتك ويجيبوا لك الضغط. انت قلت لي انت منين يا حاج؟ من الصعيد. طب ما نشوف لك دايرة حلوة كده في الصعيد يا حاج. انا ما روحتش الصعيد من زمان ومحدش يعرفني هناك، لكن قصر النيل. بص بقى، دايرة قصر النيل دي في الحقيقة في ناس متكلمين عليها. متكلمين عليها؟ وما دام كلام يبقى في اخد وعطا. طب ما تسيبنا نفكر يا حاج. يا باشا خير البر عاجله. ده أرنب يا كمال باشا مش كده؟ بس إيه رأيك في الرسم؟ لا الرسم حلو قوي بس المبلغ كبير قوي. المبلغ ده ما يخصنيش يا حاج عزام. المبلغ ده بيروح أكتر من جهة. أنا إذا كان عليا أنا عندي اللي مكفيني. عارف عارف يا باشا. لا أنا عايزك تعرف بقى مين اللي كان طالب دايرة قصر النيل. مين؟ أبو رحاب. ما أنت عارفه. بتاع محلات الرضا والنور؟ عليك. بس ده شغال مع الإخوان المسلمين وأنتوا عارفين. وعدم المؤاخذة يعني مفيش وفاء بينكم وبين الإخوان، هترضوا بيه إزاي؟ ما هو لما يرشح نفسه محدش يقدر يقول له لا. هي دي الديمقراطية وإحنا في بلد ديمقراطي. أيوه بس هو لو رشح نفسه جايز ينجح. ده ضارب السوق، بيبيع البضاعة بنص التمن وبربع التمن وعنده فلوس ياما. ده ممكن يشتري الأصوات. الترشيح أمره سهل. أي حد عايز يرشح نفسه يرشح نفسه، محدش هيقول له لا. بس ينجح إزاي؟ دي لعبتنا إحنا. مش تزوير لا سمح الله، لا. بس زي ما تقول كده احنا دارسين نفسية الشعب المصري. الشعب المصري كله ماسك في دير الحكومة كأنها أمه اللي خلفته، حتى لو الحكومة دي ماشية على حل شعر حرام. شغلنا بقى. عارف بس ده أول تعامل بينا يا كمال بيه، عشان خاطري بلاش الأرنب، ارسمه كتكوت. بص بقى يا حاج، أنا معرفش أرسم غير حاجتين، يا أرنب يا ديكرو. قلت ايه؟ قلت على البركه. هات ايدك نقرا الفتح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الاسبوع اللي جاي الفلوس تكون هنا كاش. الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. مبروك عليك يا حاج. اشمعنى النبيذ ده لونه ابيض ودوك احمر يا حاج؟ لما الاكل بيكون سمك بيبقى النبيذ ابيض. على كده بقى الاحمر عشان اللحم. يا واد يا نور برافو. انما ده كله ليه يا حاج؟ احنا بنحتفل. بنحتفل بايه؟ ما كل نفر بيخلص من خدمته بيرجع على بلده مسكاتي. لا احنا بنحتفل بالتفرغ. ده غير بقى ان المفاجاه الثانيه إنك مش هترجع بلدكم. كيف يا حاتم بيه؟ وابني ومرض هيجوا يعيشوا معك هنا. أنا لقيت لك سكن وفي نفس العمارة في أوضة فوق السطوح اللي ساكنها سابها ورجع بلده. على طول أجرتها علشان مرتك وابنك. تشيرز. إيه؟ تشيرز. 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 تشيرز يا حاتم. المسألة مش زي ما أنت متصور يا زكي باشا. يعني القضايا المتبادلة اللي بينك وبين أختك مش هتخلص في يوم وليلة. هي رفع عليك قضية بتاعت حجر ودي هتاخد لها يمكن سنين لما تخلص. وأنت رافع عليها قضية عشان تثبت حقك في شقة بيتنر. دي يمكن تاخد لها سنة ولا سنتين. معقولة مسيو فكري؟ يا مدام كريستين دي بلدنا وإحنا عارفينها كويس. طب والعمل يا متر؟ هقول لك بس ما تقولش ان انا اللي قلت لك. بلطجيه بلطجيه يقتحموا الشقه باي طريقه، يكسروا الباب، يهدوا حيطه، المهم ان هم يحتلوها وحضرتك تخش تسكن عادي. طبعا هي مش هتسكت.
هترفع قضية. حلني بقى لو اتحكم فيها، دي يمكن تموت قبل ما يصدر فيها حكم. مفيش حل تاني؟ هو ده الحل الوحيد. أنا ما أقدرش أعمل كده. بس أختك شريرة، قالت ري ميشانت. إحنا ولاد عبد العال باشا، ولاد الباشوات ما يعملوش في بعض كده. بس أنت ضحية. حتى لو كنت ضحية، دولة أختي برضو لازم أستعملها. وعلى العموم أنا مش في الشارع. برضو بتعرفي أنا فين يا زكي باشا؟ زكي. زكي. زكي أنا عمري ما شفتك كده. وعمري ما شفتك سايب نفسك بالطريقة دي، في إيه؟ أنا ليه ما اتجوزتش؟ كان ممكن يبقى عندي أولاد. وأكيد الأولاد كانوا هيغيروا حياتي. طبعا هتقولي لي أنا كنت قدامك. لكن تقولي إيه بقى لقلة العقل؟ كريستينا أنا خفت أتجوزك لأخوك بعديها. أنا ضعيف قدام أي ناس. في ساعتها كنت هتكرهني. ودي الحاجة الوحيدة اللي كنتش أقدر أستحملها. كنت هسامحك. بتهيألك. أنا مشكلتي إن كان في حاجات مهمة جدا قدام عينيا وما عرفتش أشوفها. أو شفتها بعد فوات الأول. أنا همشي. هوصلك. أنا عمري ما أذيت حد. أنا ما أذيتش غير نفسي. حتى الستات اللي أنا عرفتهم، عرفتهم برضاهم. كانوا يدخلوا عندي ويخرجوا مبسوطين آخر المسرح. عشان كده ربنا هيحاسبني برحمة كبيرة. هيعمل لي أكبر نسبة خصم. 20%، 30%، 50%. ما تخليهم 100%. أنت غفور ورحيم. بإذن الرب وببركة العذراء الممتلئة بالنعمة. جرى يا راجل انت؟ هي دي نهارك سعيد بتاعتك؟ مفيش داعي تلوى جوزك، سرك في بير. أنا ما عنديش أسرار. ماشي، ما عندكيش أسرار، بس ليك عندي خدمة عشان خاطر الجيرة وعشان خاطر الست الطيبة والدتك. أفند طلال بيديكي كم في الشهر؟ 250 جنيه. عشان عبيطة والمسيحي الحي الكلام اللي بقوله ما فيه هزار. قلت لك عندي شغلانه ب 600 جنيه في الشهر، شغلانه محترمه، محترمه قوي، ولو مش محترمه انت تخليها محترمه. ان حكامنا يزعمون انهم يحكموننا بالشريعه الاسلاميه ويطبقون الديمقراطية، ويعلم الله أنهم كاذبون في هذا وفي ذاك. فالشريعة الإسلامية معطلة في بلادنا المنكوبة، والدولة تتكسب من القمار وبيع الخمور والسياحة الوافدة الفاجرة. والأدهى من ذلك أن الدولة تحول هذه الأموال إلى مرتبات للموظفين، فتطعم شعبها من حرام وتكسبه من حرام وتحل علينا لعنة الحرام. إنني هنا أقولها واضحة جلية صريحة لا لبس فيها، لا نريد أمتنا ديمقراطية ولا علمانية ولا اشتراكية، بل نريدها أمة إسلامية. إسلامية إسلامية. إسلامية 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 إسلامية. السلام عليكم.
ازيك يا ابو سعيد؟ زي ما انت شايف بنشر الغسيل. كنت فين؟ كنت بصلي الجمعه. صلاه الجمعه خلصانه بقى لها ساعتين ويمكن اكتر. انا بصلي في جامعه بعيد شويه وبحب امشي، ده غير ان الامام الخطبه بتاعته طويله. اديني يسر، شوف لك جامع قريب تصلي فيه. وايه الكتب اللي معاك دي؟ فيها كتاب ليكي. هديه يعني؟ ان شاء الله. انت ناوي تسيب دقنك كده؟ ان شاء الله مش هتشوف مصحي لها بعد النهارده. الكتاب بتاعك اهو. خليه معاك، انا ايدي مبلوله. ولا اقول لك اقراها انت، ماليش تقل على القرايه. حسين احوالك مش عاجباني. انت مش ولي امري عشان احوالي تعجبك ولا ما تعجبكش. ايه عالي يا ابو سعيد؟ سيب ايدي يا طه بدل ما الم عليك السطح كله. للدرجه دي؟ بص بقى يا طه، انا هجيب لك من الاخر. قصتنا انتهت. بالانجليزي زي اند اللي بيكتبوها في اخر الافلام. كل واحد مننا في سكه. انت بتربي دقنك وداخل على سكه مشيخه وانا بلبس قصير ومبسوطه كده. يعني شكلنا كده ما حدش لايق على التاني. امال ايه جايب لي هديه؟ الحجاب قبل الحساب. يا ما نفسي تبات معايا ولو ليله واحده عشان احس ان مراتك زي بقيه الستات المتجوزين. ما تكبري دماغك يا سعاد، هو انا متجوزك عرفي؟ انا متجوزك على سنه الله ورسوله. بعدين حكايه البيات دي مش مهمه، مش هي برهان الحب. انت بتعملي ايه؟ بلمع لك الجزم. لا تلميع الجزم ده ليه اصول عنك انت. شوفي اه. يا خبر، انت زي ما تكون مسح جزم قراري. اه مسح الجزم مزاج عندي وبيعدل لي دماغي. تسلم ايدك. بس انا ملاحظه كده انك كل ما بتروح البيت التاني يعني بتبقى على سنجة 10. البيت التاني هو الاصلي واتفقنا مالكيش دعوه بيه. سبحان الله، يعني البيت هنا هو التقليد، هناك دهب عيار 24 وهنا الفالسو. لزومها ايه لعكننا بس يا سعاد؟ الدهب ل 24 قيراط هنا يا ستي، بس البيت اللي هناك ده بيت ام العيال. هم مش عيال، هم شحوطه كبار رجاله. يبقى الملف السعد يا حاج. حقك عليه. انا كان ليا عندك طلب. اطلب يا حبه عيني. انا عايزه اسافر اسكندريه. ليه؟ انت ناسي ان عندي ابن بقالي كام شهر ما شفتوش، واهلي اشتقت لهم. على الاقل اروح اشم شويه هوا البحر. ده انا قاعده في شقه طويله عريضه لوحدي ما بين المطبخ والتلفزيون واوضه النوم. سفر اسكندريه لوحدك مش هيحصل، لازم اكون معاكي. خلاص تعالى معايا. اليومين دول ما اقدرش اسيب مصر ولا ثانيه واحده. طب ما نسافر العصر ونرجع اخر اليوم وكانك مريح عندي، يا اما بقى تسيبني اسافر لوحدي. لا كده ولا كده، وما تنسيش احنا بينا اتفاق. طب انا عندي حل تاني. اسمعي، اخويا يجيب لي ابني هنا اطمن عليه واشوفه والعب معاه شويه. ده برضه مش في الاتفاق. بعدين العبي معايا بسمتك. اللعب معايا في احسن منه. سلام. جزاك الله كل خير. شوف يا طه يا ابني، الحب ما هوش عيب ولا حرام. الحب الحقيقي، الحب الحلال مباح. الرسول عليه الصلاة والسلام أحب السيدة عائشة رضي الله عنها، وأنت بتقول إنك بتحب البنت دي حب حقيقي. يا مولانا أنا أعرفها وهي لسه عيالة صغيرة بتلعب فوق السطوح. ده إحنا كبرنا سوا وحلمنا سوا وفرحنا وزعلنا برضو سوا. وجلال الله يا مولانا، أنا في كل الستات اللي خلقها ربنا ما شفت حد غيرها ولا عمري تمنيت حد غيرها. ربنا يعلم يا طه إيه اللي جوايا من ناحيتك. ما أحبش أشوفك في دقيقة أبداً. وأحب أقول لك إن عقيدة المؤمن بتخليه دايماً متفائل، وإن الضيق بعده فرج بإذن الله. يا مولانا دي قفلت الباب بكل الترابيس والمفاتيح. قد يكون الفرج في غيرها يا ولدي. هذه البنت ليست كل نساء الدنيا. انسى أمرها تماماً، ما تزعلش نفسك. وبعدين عشق امرأة أم عشق الجهاد؟ حب الله أم حب امرأة؟ ربنا يبارك فيك يا مولانا، تطمنت بالي وريحت قلبي. خلينا بقى في المهم. الجامعة بكرة مش هتكون زي كل يوم، وأنا عايزك يكون لك دور قيادة يا طه.
سعادة الباشا، الأليسة بوسينة السيد بنت المرحوم السيد عنتر اللي ساكنين معانا فوق السطوح. سلمي على سعادة الباشا يا أليسة. مساء الخير سعادة الباشا. أهلا وسهلا. من النهاردة المكتب هيبقى مسؤوليتك يا أنسة. ها؟ اسمه طه محمد الشاذلي، ده الملف بتاعه والكتب دي لقيناها عنده. نزلوه. طه، اوعدك محدش يلمسك تاني، وانك تخرج من هنا وفورا، بس لازم تتكلم. انت تابع اي تنظيم؟ انا مش تنظيم. اه احنا لقينا عندك كل الكتب اللي تأسست عليها كل التنظيمات، كانت عندك بتعمل ايه؟ حراسه الكتب مش ممنوعه، وبعدين دي ثقافه. عيب قوي تكذب على واحد بيحاول يساعدك، وبعدين ده استخفاف بيا، انا ما احبوش لنفسي. يا باشا انا كنت ماشي في المظاهرة وبس. العمارة اللي ابوك بوابها ساكن فيها ناس اكابر قوي، تعرف مين فيهم؟ اعرفهم كلهم يا باشا. اكيد بقى تعرف الاستاذ حاتم رشيد. طبعا يا باشا. تعرف يا عمي؟ صحفي محترم، رئيس تحرير جورنال لوكير. وإيه تاني؟ وبس يا باشا. شفت زي بقى كذاب؟ يا طه نعرف كل حاجة عن كل الناس، نعرف اللي ما تعرفوش عن أمك ولا على أبوك. طب أنت تعرف إن أمك كانت متجوزة واحد قبل أبوك؟ أنا أول مرة أسمع الموضوع ده يا باشا. وبسألها لما تخرج، شوفها هتقول لك ايه. خلينا بقى في حاتم رشيد. هو لما اخذ يعني، هو لما اخذ شاذ. حلو، يعني ايه شاذ يا طه؟ يا باشا ما انت لسه قايل احنا بنعرف كل حاجه. خلاص يا طه، هنعمل فيك زي ما بتعمل في حاتم رشيد، واحنا عندنا ناس بتعمل الحكايه دي كويس قوي. قلت ايه؟ العهدو يا باشا. انت اللي بتفتحي ولا فين فانوس؟ طلع شويه عند ملاك اخوه.
والله ريحة الشقة اتغيرت من ساعة ما دخلتيها يا أبو زينة. ده من ذوقك يا باشا. إيه الأخبار؟ بتاع النور جه وحاسبته، مدام كريستين سألت على حضرتك في التليفون، والحلاق بتاع حضرتك بيسأل يعدي إمتى. والأستاذ فكري عبد الشهيد المحامي اتصل وبيقول إنه حضر جلسة القضية وإنها اتأجلت، بيقول لك لما يشوفك هيبقى لك على كل حاجة. هو حد رفع لحضرتك قضية يا باشا؟ لا ده حاجة هايفة. دولة أختي رفع عليها قضية. زي منين الأخبار ده للأخت ترفع قضية على أخوها؟ ده حضرتك سندها. بكرة تعال. ربنا يهدي العاصي. حضرتك عايز مني حاجة يا باشا؟ لا يا أبو زينة، مع السلامة. أشوف حضرتك على خير. مع السلامة. أبو زينة، أنت بنت ممتازة وأنا ارتحت لك. يا ريت تبقى موجودة معايا على طول. يا باشا أنا مع حضرتك طول ما أنت راضي عني، وحضرتك مغرقني بخيرك وبتعاملني أحسن معاملة. زينة اوعي تفهميني غلط، ربنا خلق الجمال علشان الناس تشوفه وتحبه وتحترمه. قصدك ايه يا باشا؟ قصدي انك انت جميلة جميلة، بس محتاجة لمسة فنان. ممكن تسيبيلي نفسك يا باشا؟ انا واخدة على نفسي عهد وعمري ما اقول لحضرتك لا. ممكن اغير لك تسريعة شعرك؟ عايز يبقى شكله ايه يا باشا؟ شوات. يلا روح عشان اتاخرت. الحمد لله على السلامه يا ابني. الله يسلمك يا مولانا. شغلتني عليك، انت خارج بقالك مده. من ساعة ما خرجت دخلت الأوضة، ما خرجتش منها إلا عشان أقابلك. الحمد لله إن الرسالة وصلتك. عرفوا منك يا طه يا ابني؟ لو كانوا عرفوا حاجة ما كنتش خرجت، كنت أنتوا كمان حصلتوني. بارك الله فيك يا ابني. أيوة بس حضرتك ما تعرفش إيه اللي حصل. من غير ما تحكي أنا متخيل كل حاجة. أنا اللي حصل معايا فوق كل خيال. الكفار يا ابني يعملوا أي حاجة. برضو الكفار ما يعملوش اللي اتعمل فيا. اهدى بس اهدى. مساء الخير يا فندم. تشرب ايه؟ شاي. هات شاي. اتنين شاي. تحت امر حضرتك. انا عايزك تمسك نفسك كده وترجع كليتك وتهتم بدراستك. كليتي ودراستي الكلام ده كله خلاص انتهى. انا زي ما كنت امين ومخلص معاك وعايزكوا تعملوني بالمثل، وزي ما كان ليكوا طلبات نفذتها انا ليا طلبات عايزكوا تساعدوني في تنفيذها. لو كان في استطاعتنا يا ابني. عايز انتقم للدرجة دي؟ عذبوك؟ هاتك وعرض يا مولانا. اسكت وطي صوتك. ايه ده مال؟ اوعى تقول الكلام ده لحد غيري. امسك نفسك، الناس بص علينا. ايه اللي انت لابسه ده يا ابو وائل؟ هدية من سعادة البيه، ربنا يعمر بيته. وانت من امتى بتلبس لباس شفتش ومخطط؟ خدته منه عشان ما يصحش اكسف. ده مهما كان راجل خيره علينا وبيحبنا. ساكته ليه؟ ما تردي. بكلم نفسي ثانيه ولا ايه؟ قلبي مش مرتاح للراجل ده. الراجل ده اللي معيشنا في نعيم. يغور النعيم اللي من وشه. وبعدين يا عبده دي مش ريحتك. ابا انت عشان مني هديه؟ بقى كده. طب شميني على حالك. اكتب يا بنت. اكتب.
المنطقه دي غير مرصوده وغير معروفه. شياطين جهنم ما يعرفوش عنها اي حاجه. اتاخرت علينا كتير قوي يا شيخ شاكر. اكون عندكم لما يبقى في ضروره ملحه. ابننا طه الشاذلي اللي كلمتك عنه ان شاء الله هيرتاح معانا. أهلاً يا معالي الوزير. ازيك يا حاج فوزي ابن البكري. طبعاً طبعاً. ازيك يا فوزي. ازيك يا فوزي. أهلاً يا فوزي. أه؟ ممكن ننقل مع الترابيزة؟ طبعاً طبعاً. تعال بينا يا عزام. إيه خير يا باشا؟ يقول لك الترابيزة دي مش متأمنة كويس، شوفوا لنا الترابيزة. أمن بقى. على فكرة الاستجواب بتاعك في المجلس امبارح كان كويس أوي، كان حلو. أنا قلت للجماعة بتوع التلفزيون يزعقوا لك. ما اتفرج على نفسك. يا باشا. ادي له كفته دي ما بتحماش. اتفضل يا عم. على فكره نسيت اقول لك مبروك يا حاج. الله يبارك فيك. بس على ايه؟ على توكيل العربيات. ربنا يسمع منك. ده لسه كلام. الجماعه بتوع اليابان بيكملوا بياناتهم وتحرياتهم. شايف ابوك يا فوزي؟ ثلاثة بالله العظيم ما في ورقه اتمضت يا باشا. مريانة. ايه يا حاج عزام؟ انا اسمي كمال الفولي. مفيش حاجة في البلد تخفى عليا. دي حاجة معروفة معاليك. وربنا يديم المعروف. اتفضل. ربنا يتمها على خير. العقد ده هيدخل لك 200 مليون جنيه في السنة على الأقل. ودي لقمة كبيرة عليك أوي يا حاج. ممكن تتحشر في زورك، تزور. طب أفهم معنى دي الكلام؟ إحنا عايزين الربع. ربع إيه؟ ربع الأرباح. طب بس مش هفهم الأول أنتوا مين؟ إيه يا حاج؟ ده أنا بقول عليك ابن بلد وداير. قصدك إيه؟ أنا مش لوحدي يا حاج عزام. أنا معايا ناس كتير أوي. بس زي ما بتقول كده ما يحبوش يظهروا في الصورة. اعتبرني مندوب. ايه اللي عاجبك يا باشا في الكلام الفاضي بتاع الراجل ده؟ استنى استنى لما نشوف الزمن وهو بيخيب. ام احمد بنات مشخلعه عريانين مش عارف جايبينهم منين. ف ودلوقتي التلفزيون في كل بيت، وفي كل بيت في بناتنا واولادنا وستاتنا. فلا بد. انت اصلك بنت امبارح. العذر المحترم اللي كان بيتكلم ده كان بيمسح جزم على ناصيه الشارع. انت بتشرب كتير قوي يا باشا، وكمان بدري قوي. ناس بتشرب في الليل متاخر. ده احنا من الصاله. تشربي معايا؟ لا يا باشا شكرا. عمرك ما شربتي؟ عمري. والافلام اللي بنشوفها في التلفزيون علمتني. عايز نشرب حاجه اصفره؟ بص انا هديكي فكره. هو في الاول بيبقى مر قوي، بس بعد كده بيخلي الواحد مبسوط. والله لو قلت لي ايه؟ خساره. ولا خساره ولا حاجه. انا قصدي يعني خساره على الفرق اللي بيننا وبين الخواجات. الخواجات بيقدروا الخمره ويعزوها، احنا هنا بنقدر الحشيش. فرق كبير بين الاثنين. يا زكي باشا انا لا ليا في ده ولا ليا في ده، حضرتك اللي عايش زي الخواجات. بصي بقى، لو كنت غالي عندك بلاش حضرتك دي. ها؟ اي نعم انا راجل كبير، بس ما تقعديش تفكريني كل شويه. ها؟ قولي لي يا زكي. هقول يا زكي باشا. زي بعض. اللي انا عايز اقوله ان عيشه الخواجات ما هياش بدعه. انا كنت واحد منهم. أنا عشت وتعلمت في باريس.
باريس انا اعرفها زي ما بعرف القاهره بالظبط. بيقولوا باريس حلو. الا حلوه باريس هي الدنيا كلها. طب وسبتها ليه؟ كنت تفضل هناك فقري او زي ما بتقولي كده يعني خيابه او اسم ونصيب. شكلك كده عايزه تسافري ها؟ يا ريت. تحبي تسافري فين؟ اي حته بعيد عن المخروبه دي. انت بتكرهي بلدك؟ وانا شفت منها حاجه حلوه عشان احبها. حسينة انت فعلا فقيره بس الفقر عمره ما كان له علاقه بالوطنيه. وطنيه ايه يا زكي باشا؟ وانا لوحدي اللي عايزه هج؟ ده كل الناس. عارف لو كانت الدنيا زي زمان، زمان قوي قبل ما يخترعوا الجوازات والتاشيرات، كان كل اهل البلد خدوا في وشهم وسابوه. اللي ملوش خير في بلده ملوش خير في حد. علشان حضرتك عايش فيها باشا. انت ايه مشاكلك؟ الست اختك متخانقه معاك؟ وايه يعني؟ الدهر والبيع اللي مش لاقيين ياكلوا هم وعيالهم. الناس اللي دايره بتلف بالشوارع بتدور على شغلانه ومحدش معبرها. الناس اللي مستحمله الذل والاهانه سواء وهي قاعده ولا وهي ماشيه. انت اصلك بتمشي بشارع سليمان بس اخطف رجل لغايه اي حته تانية وشوف اللي بيحصل. يا باشا مصر بقت قاسيه قوي على اهلها. عشان كده الكل عايز يسيبها. مش كره فيها بس محدش قادر يتحمل ظلمها. انت ايه اللي خلاك تقومي تقفي؟ عشان افش غالي. كان شايفها وانت قاعده؟ على العموم انا السبب في العكنانه دي عشان فتحت الموضوع الغامق ده. بصي انا هطلعك من المود ده خالص. هتسمعي عارف يا حودة انا بدات احب ريحه السجاير بس مش كل السجاير ريحتها حلوه ما انا عارفه انها سجاير حشيش الا دي مش حرام يا حودة تفتكر انا اعمل حاجه حرام لو كانت حرام ما كنتش لمستها بس يظهر الصنف بتاع لنا مش حلو عشان انت مزاجك مش رايق لا انا مزاجي رايق وكل حاجه بس دماغي مليانه شغل والشغل مش كله حلو في بلاوي كتير برضه طب واللي تقول لك على حاجه تروق بالك وتسعدك وتفرحك وتخليك طاير كده طاير تعمل لها ايه قولي يا سعاد يمكن تزيحي عني انا
حمل في شهرين. ايه؟ الله يخرب بيتك وبيت اهلك. هو انا ناقصك؟ انا مش متفق معاكي. هي دي حاجات فيها اتفاق. دي إرادة ربنا. حد يقدر يقول لي إرادة ربنا كان في اتفاق؟ هي كلمة ملهاش أخت. لازم تنزلي لبطنك، ما يلزمنيش. وما يلزمتيش أنت كمان. لا يلزمني. ده حتة مني. عايز تقطع حتة مني؟ اسمعي. لو ما نزلتيش لبطنك تبقي طالق. طلقني. وبيني وبينك شرع ربنا. على السلامة يا عروسة. سلامتك انت. ليه شايفني راجعة من السفر ولا من الخليج بعد الإعارة ما خلص؟ أمال راجعة منين؟ مش شغل. بس شغل حلو. أحلى شغل. مش كان في اتفاق بيننا ولا إيه؟ آه في، وأنا ملزمة بيه. قلت لي هساعدك وتساعديني، عايزة أعرف إيه الاتفاق بقى. طب تعالي معايا جوه عشان تعرفي أنا عايز منك إيه بالظبط. أنت اتجننت يا راجل أنت؟ اسمعي يا بنت انت، ده شغل مش هزار. شوية الكراكيب اللي اسمها زكي باشا دي خلاص، رجل في الدنيا والرجل التانية في الآخرة. لما يموت الشقة هتبقى بتاعت فكرة عبد الشهيد. ده بقى عقد شراكة بيني وبين الباشا. لما يموت تبقى الشقة بتاعتي أنا، أدخلها ما أخرجش منها. أنا عايز امضيته على كل ورقة في العقد. ودي حاجة بالنسبة لك بسيطة. مضي وهو سكران وهو في حضنك، ماليش دعوة. ده انت اللي سماك ملاك ظلمك. انت مش قبتي، انت شطان متخفي وسط القبر. هديكي 5000 جنيه تاخديهم لما تجيبي لي امضة الباشا على العقد. اظن مفيش راجل حقاني كده زيي، سواء كنت قبطي ولا يهودي ولا مسلم. فكري في الست والدتك واخواتك، انت اولى بالفلوس. مش جايز تموت قبل زكي بيه. في الحاله دي يبقى كسبنا شرف المحاوله. خد العقد. وفرضنا جبت ايه من زكي الدسوق؟ اضمن ازاي انك هتدفع ال5000؟ سلم واستلم. يعني مفيش فلوس مفيش عقل. ملاك أرمانيوس ما يرجعش كلمتك يا حلوة. الفلوس في إيدك قبل العقد ما يبقى في إيدي. سليمة إن شاء الله، متشيلش هم خالص، ابنك هيلاقي كل رعاية، متخافش متخافش. خير يا بيه. شدوا حيلكم يا جماعة، ربنا يلهمكم الصبر. Yeah.
شفت اختك وكلمت معاها؟ حصل يا حاج. وعقلتها؟ شوف يا حاج، انت راجل ابن بلد وتحب الحق. انا صحيح اخوها وليا كلام عليها الا في شرع ربنا. يعني ايه؟ والاتفاق اللي بيننا؟ اي اتفاق يخالف شرع ربنا يبقى باطل يا حاج. ده اخر كلام عندك؟ ده اخر كلام عندها هي. كتر خيرك، عملت اللي عليك يا ريس حميد. متهيألي يا دوب تلحق القطر بتاعك. رئيس حميدو، مش تدي نفسك مهلة تفكر فيها وتراجع حساباتك وتشوف المصلحة فين؟ دي مهما كانت عشرة وليها احترامها. أنا مش محتاج تفكير يا حاج، اللي محتاج تفكير أنت. إحنا ما بنخالفش شرع الله ومعانا ربنا. بس خلي بالك، محدش عارف إرادة ربنا بتودي البني آدم على فين. عملت مطر العقد معاك بقاله شهرين، ايه الحكايه؟ ده عقد شركه بالربع، فالجانب الياباني لازم ياخد خبر، ودول ناس دغري بيفتكروني بلعب من وراهم ويسحبوا مني التوكيل. جرالك ايه يا عزام؟ انت فاكرني صاحب محل موبيليا؟ انت بتكلم راجل يقدر يوقف البلد. يا عدل، كل الناس عارفين انت مين وتقدر تعمل ايه. لا استنى، في عندنا مثل بيقول اللي طلع البغل المدنى هو بس اللي يقدر ينزله. البغل؟ الكلام ده معناه ايه؟ معناه اني زي ما دخلتك المجلس اقدر اخرجك منه وبفضيحه لو عايز. تهديد ده يا كمال بيه؟ بس انا مش صغير عشان اتهدد منك او من غيرك. احنا حنا تشد قوي. انت اللي بدات يا كمال بيه. اوعى تكون مركون على الحصان. انت تبقى راجل طيب قوي. ده في جلسة وجلستين في المجلس يطيروها منك ولا على راسه بطحة؟ لا أنا راسي سليمة. طب ده أنت فيه في كل حتة في راسك بطحة. أقول لك كده على خربوش صغير في وشك. أنت عملت إيه في التجنيد؟ الملف بتاعك ما فيهوش ما يثبت إنك أديت الخدمة العسكرية. وفيها إيه لو سبت المجلس؟ المجلس اللي خد مني أنا ما خدش منه حاجة. أنت من غير المجلس هتبقى عريان في شارع زحمة. سبق وقلت لك يا عزام أنا مش لوحدي. أنا مندوب. ووالله أنا أطيب واحد فيك. ما تركبش دماغك بقى. طب بقول يا كمال بيه، ما تيجي نقعد مع بعض ونتفاهم كلنا. كلنا مين يا عزام؟ حضرتك وأنا واللي أنت بتقول إنك مندوب عنهم، يعني إديني فرصة أشرح لهم إيه الوضع، يمكن يفهموني. لا. أنت كده ما فيش منك رجع يا عزام. كمال بيه، أنا دخلت المجلس بفلوسي، وحتى لو خرجت منه هعتبرها بضاعة اشتريتها واتحرقت. بابا الراجل بتاع الوفد الياباني زار عايز يمشي. يمشي ازاي؟ مش يستنى يسمع المطرب؟ اتفضل معانا يا كمال بيه. لا أنا هسيبك أنت بقى للمطرب بتاعك.
تصبح على خير. وانت من اهله. هو في ايه يا بابا؟ كل شيء وله حدود يا ابني. وابوك بيعرف امتى يقول لا. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore trees. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they'll be, dream a little dream of me. Ba-da-da. إنك كنت تعرف مدام كريستين دي، ده زي ما تكون بتغني لك مخصوص. هي بتغني لينا احنا الاثنين. مفيش واحدة ست في الدنيا بتنسى اللي حباه وحبته. عندك حق. بس أنا وكريستين اتعاملنا مع بعض بمنطق الخوالات. العشق اللي بينا تحول إلى صداقة. صعب إن اتنين بيحبوا بعض وأعداء حتى لو بعدوا عن بعض. تعرف يا زكي باشا، انا لو لقيت حد زيك كده بالظبط بس على صغير اتجوزه على طول. زي على صغير ما تلاقيش يا جميلاتي، احنا اخر الرجال المحترمين. اوعى تقول لي غني تاني. انا مستعد اسمعك طول الليل. كريستين، انت الذكريات الحلوة في حياتي كلها. انت شربت كتير زكي. حقيقي اه، والنبي يا مدام عشان خاطر يشيل الازازة دي من قدامه، يا رب يخليك، انت بس اللي تقدري عليه. بصوت روح. الحمد لله على السلامة يا حفل دي. مش بعادة حضرتك تتأخر في الشغل جوك دي. الله يسلمك يا شاذة. لسه جاي من اسكندرية. كان في حفلة هناك حضرها رئيس الوزراء وكنت معزوم فيها. في حاجة يا شاذة؟ ايوه بيه. اتفضل يا بيه. دول؟ دول مفاتيح الكشك بتاع مدينة نصر، وده مفتاح الأوضة اللي فوق السطوح. عبد ربه خد مرته وساب العمارة يا بيه. Thank you.
حسن بيه. مدام غشيد. حسن بيه المدام مع القنصل الفرنساوي. هاتم صاغ دي سي. هاتم صاغ دي سي. صاغ دي سي. تيبيكال ومسات باريس. انت مالكش دعوة بإدريس، انت ما حبيتنيش قد إدريس. بابا. بابا. نص ساعة في الأسبوع فاهم؟ مشغولة، مش نص ساعة، انت عمرك ما لعبت معايا. ستين الخدمين لعبوا معايا خالص. عزيز زعلان ليه؟ بص كده ليه؟ ميرسي. ميرسي بوكو. شش. شش. مرة سألتني قلت لي انت ليه ما قعدتش في باريس؟ قلت لك نصيب. الحقيقة كانت غير كده خالص. البلد دي كانت أحسن من باريس. كانت الموضة تنزل هنا قبل ما تنزل باريس. الشوارع كانت نظيفة زي الفل. الاسم كل يوم. المحلات كانت فخمة. الناس كانوا مؤدبين. زكي باشا نكمل كلامنا لما نطلع فوق. الناس بتبص علينا. يبصوا علينا ليه؟ يبصوا على البلد اللي باظت. يبصوا على العمارات اللي كانت احسن من عمارات اوروبا. دلوقتي بقت مزابل من فوق ومن تحت مسخ. احنا في زمن المسخ. أنا أقدم واحد في العمارة دي. أقدم واحد. أحلى أيام عمري عشتها فيها. وأحلى ناس عاشوا معايا فيها. من أول الأميرات لغايتك أنت يا أميرتي. زكي باشا يلا نطلع فوق وبقول كل اللي نفسك فيه. يلا. أنا أقدم واحد في العمارة دي. أقدم واحد. وعملوا أنا طالبة منك خدمة يا باشا. مطلوبة عينيا. مطلوبة شارع سليمان باشا كله. أنا أقدم واحد في العمارة. أنا كنت مقدمة على قرض من البنك ب5000 جنيه، بس قالوا لي لازم يكون في ضامن. أنا أضمنك بعمري. ما كنتش أنا هضمنك. مين أنا هضمنك؟ أنا معايا الأوراق. تاخد تمضيها؟ ولا يعملوا عملوا أسكروني
ايه يا باشا؟ في ايه؟ عايز اروح الحمام، عايز اروح الحمام. سلامتك يا باشا، سلامتك يا باشا. تعال 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 يا باشا، سلامتك الف سلام. سلامتك يا باشا، سلامتك يا باشا. تعال سلامتك يا باشا، الف سلام عليك. انا كويس شوي. سلامتك يا مدام، في ايه؟ انا فين؟ الحمد لله على سلامتك، ربنا كرمك. كان عندك نزيف شديد قوي. نزيف يا ولاد الكلب، سقطوني غصب عني. انا عودتكم كلكم تاني. الحقني يا حبيبي، اسيروا اللي بطني بالعافيه يا حبيبي، قتلوا ابني. عملوا عملتهم السوداء حبيبي. ست سعاد، كل شيء اسمه نصيب. والحاج عزام راجل عمره ما خالف كلمته. كان في اتفاق ما بينكم وانت خالفتيه، كل واحد في الدنيا بقى يتحمل نتيجه غلطته. ربنا ينتقم منك انت وابوك وعيلتك كلها. يا كفر يا ظلمه اللي ما تعرفوش ربنا. قله ادب وطوله لسان، انا مش عاوز. جالك نزيف وخدناكي وديناكي اكبر مستشفى في البلد. الحاج يعرف ربنا كويس وعمره ما يخالف شرعه. الحاج عزام طلقك خلاص يا سعاد، ولازم تعرف ان حقوقك هتوصل لك الطقطقين. في شيك بعشرين الف جنيه مع اخوكي، حساب المستشفى كله مدفوع، واي حاجه ليكي جوه الشقه حتى لو كانت قشايه هتوصل لك لغايه بيتك في اسكندريه. متأسفين يا حاج عزام، شغلنا دايما مزعج. انا العميد حمدي شعبان من اداره مكافحه المخدرات. واحنا مالنا احنا ومال المخدرات؟ اسال الوالد. طبعا انت عارف ان انا عندي حصانه. الحصانه على راسنا من فوق يا سياده النائب. وبعدين سيادتك قلقان ليه؟ مش جايز الرجاله ما يلاقوش حاجه؟ بتصور ايه؟ لا هيلاقوا. اسمح لي اتصل بالتليفون. بحريتك يا سيادة النائب. ايوه يا باشا. متشكرة جدا يا استاذ ارمانيوس. ملاك يا هانم، ملاك ارمانيوس. استاذ ملاك، ده مبلغ صغير مقابل شهامتك. دولة هانم، ساعتك ما تعرفينيش كويس. انا راجل صاحب فابريكة،
أنا بلغتك بالموضوع ده مخصوص حرصاً على سمعة عائلة محترمة وعريقة. أيوة بس أنا لسه عايزاك في الخدمة الأهم. وأنا تحت أمرك. كانش ينفع. ليه؟ من زمان كنت عيلة طفلة يعني. وانت لسه طفلة، طفلة كلها أنوثة وحنان وعاطف شهامة. يا ريت ربنا يطول لي في عمري عشان أعيش معاكي أكتر وقت ممكن. ربنا يطول في عمرك. أنا عندي 65 سنة. ممكن تعيش لحد 100 سنة. أنا مرة سمعت حد في التلفزيون بيقول إن الواحد لما بيحب الدنيا هي كمان تحبه. مسألة وردة برضو. زكي باشا، أنا حبيتك عشان أنت احترمتني، حافظت عليا، عمرك ما كنت خسيس. ما تيجي نسافر كمان اسبوع اسبوعين هيجي اراضي الارض، ممكن نسافر باريس. باريس بغي، اتفرج على المطاعم والمحلات والمسارح والمتاحف والغابات اللي بره باريس، نجري ورا بعض هنا. أنا لسه بنت. اتفضل بيتك بقى. المهم يا سيدي، كان آخر مرة بقى أشوفك. مسخرة وقلة أدب، كفاية نجاسة يا نجس. إيه؟ في إيه؟ أنت إزاي تخش بيوت الناس من غير إذن كده؟ إحنا بوليس يا حضرت. وقفت بوليس، معك إذن النيابة؟ أنت هتعلمني شغلي ولا إيه؟ المدام أختك ومقدمة بلاغ رسمي فيك بإنك بتمارس الفحشاء في بيتها. أختي هي اللي مقدمة البلاغ؟ أولا ده مش بيتها، ده المكتب بتاعي وهي مش قاعدة معايا. هي اللي فتحت لنا بمفتاحها يا حضرت، وبعدين لو عندك أي كلام عايز تقوله بقوله هناك في المحضر. دي حالة تلبس يا حضرة الظابط. ايوه حالة تلبس. ده انا حوديكم في داهية. ده اعتداء على حرمة البيوت. حرمة البيوت ولا حرمة المومس اللي قاعدة جنبك؟ مومس؟ ده اشرف منك يا شوارعية يا سفلة يا بنت الكلب. شايف يا حضرة الظابط بيسبني وبيضربني، دي جريمة تانية. اثبت ده في المحضر. اهدي يا مدام، كل ده يثبت في المحضر. هاتوا البنت اللي جوه دي عن اسم ده. ما اوعى، انا مش هخرج من هنا عريان، لا انا ولا هي، حتى لو بقينا جثث. اوعى حد يهرب من هنا.
J'ai besoin de toi. Triste. اقعد يا عزام. اللي هو حمدي قال لي انك اعترفت قبل ما يلاقوا المخدرات. لانهم كانوا هيلاقوها. عشان تعرف ان احنا عارفين عنك كل حاجه يا عزام. لا توكيلات العربيات ولا محلات الجزم تعمل كل الفلوس دي. احنا عارفين عنك كل حاجه من الاول. انا وبعدين ما الملف بتاعك مليان فيه كل حاجه. هتعمل ايه؟ انا جاهز عشان امضي العقد. في بنود اتعدلت. موافق طبعا. على فكرة أنا شفت الصور بتاعتك يا أخي. مباحث المخدرات دي ما تصدق تبقى متأكدة من حاجة تاخد بقى مع صحفيين. وهي الحكاية أنا صفتي. لما خلاص أنت بعد ما كلمتيني كله تمام. طب هنعمل إيه عشان نخلص من المصيبة دي؟ ما خلاص خلصنا خلاص. عبوات الهروين بعد ما فحصوها طلع إنها بودرة تنميع عربيات. خمسين في المية يا عزام. تروح مكتب ابني عشان تمضي العقد. كمال بيه؟ مبروك علينا الشركة. الله يبارك فيك. احنا الاتنين شركة في كل حاجة. صدق اللي قال ارقص للقرد في دولته. ما فيهاش حاجه لما قرد يرقص لقرد زيه. جو هادي ومفيش قلق. مكانك هيبقى جنب العمارة، عرسي في التاني. هتلاقي الحرس. أول ما يطلع تبعد عشان هيبقى في مرمى النيران بتاعتي أنا وعبد الشافي. طب وأنا هعرفه إزاي؟ أول ما يخرج من باب العمارة هديك كلاكس. اتكل على الله. هو شارع الديوان فين؟ قال لك فين حضرتك؟ في جاردن سيتي هنا. ايوه فين في جاردن سيتي؟ هما قالوا لي جنب معمل السكر. طب بص معمل السكر تاني شمال. تمام يا فندم، العربية جاية حالا يا فندم. شايف؟ العربية يا ابني. هو حضرتك ما تعرفش شارع الديوان فين؟ معرفش. Thank you.
اعتقد من حقي ان انا استعمل التليفون. بطل دوشه يا روميو. واحد زيك المفروض يتكسف من نفسه. تعرف ان في شبه من الراجل بيترسم على بواك الشاي؟ على فكره في كتاب اسمه رجوع الشيخ الى صباه، هو ده بقى الشيخ. البلد فيها قانون يا زكي بيه، واللي بيحصل ده جريمه مكتمله الاركان. انا لازم اكلم مساعد وزير الداخليه للتفتيش عشان يجي يشوف صغار ضباط الشرطه بيعملوا ايه في الناس المحترمه. ومين بقى حضرتك؟ انا فكري عبد الشهيد المحامي يا ابني. سمعت عني ولا ما سمعتش؟ الناس دول سابوني يا فكري بيه، وسابوا البنت المسكينه دي. كويس قوي، يبقى نعمل محضر سب وقذف من قبل رجال الشرطه الافاضل. في يا دوله اخوك عمل ايه علشان الاهانه اللي انت بتهينها له؟ عموما القانون كفي ان هو يرجع اعتبار زكي بيه. زينا، اللي احنا شفناه الليله دي ده احسن الوحش. ده في مصايب اتقل من كده بكتير. وايه كميه الشر اللي عند دوله دي؟ وجابت مفتاح المكتب منين؟ مش فاهم. لازم ننسى اللي حصل لنا الليله دي. لازم ننسى الاهانات اللي احنا شفناها. واللي هنطقم الحسرة. أنا طول عمري كده ماليش مهل، حظي قليل، قليل أوي. اتفضل. هناك. بونسوار. مبروك يا عروس. الله يبارك فيك. لافين روز كريستي. بور توي. Quelque chose.